السلام عليكم ورحمة الله. حنشرح مع بعض إن شاء الله جهاز الفاين كير. خلاص نشوف طريقة شغله. جهاز بسيط بيقيس لي الهرمونز زي ال FSH والبيتا اتش سي جي والتي اس اتش والتي فور والتي ثري، وبالإضافة لهيموجلوبين اي وان سي. طبعا بيضيف كمان هرمونات تانية. طيب الجهاز طريقته بسيطة جدا. طيب اول حاجة، اول ما نفتح الجهاز تظهر لنا هنا الشاشة اللي قدامنا. عندنا الستاندرد تيست والكويك تيست والهيستوريكال ريكورد. طيب دي اللي هي النتائج يعني السابقة قبل ما تسجل على الجهاز، والسيتينج والكواليتي تيستينج وكده. طيب اي اختبار انا ممكن اشتغله يا اما بطريقة الستاندرد او بالكويك تيست. يعني مثلا اشتغل هنا بالكويك تيست او اشتغل بالستاندر. طيب الفرق بيناتهم الاثنين شنو؟ الستاندر الانكيوبيشن بيحصل لي داخل الجهاز، والكويك تيست الانكيوبيشن بيحصل لي خارج الجهاز. طيب نظبط الجهاز في الاول. ندخل على الستاندر تيست مود. تمام. طيب بيقول لك please insert the ID and click out اللي هو ده الاي دي مكتوب عليه هيموجلوبين A و C. طبعا لازم نتأكد من اللوت نمبر اللي مكتوب هنا على الاي دي. بعدين بيظهر لنا لما تظهر الريزلت بنطابقهم مع بعض عشان ما يكون في اي اختلاف. بحط هنا الاي دي. تمام. بضغط out. تظهر لي دي اللي هي السامبل هولدر. بعد كده بليس انسير ذا تيست كارد اند كليك تيست وستارت. يعني بدخل اللي هو دي الكارد، بعد احط عليها السامبل اللي اخذتها من البفر. حضرنا البفر بالعشرة مايكروليتر من الوول بلوت، عملنا له ميكس لمدة 1 مينت، اخذنا منه 75 مايكروليتر. طيب الخمسة وسبعين اللي اخذناها بنحطها هنا على الويل. تمام. بعدين بنضع اللي هو يعني على طول بعد ما حطيناها بنضعها هنا اللي هو على التست هولدر. نستنى شوية وبنضغط على تست. طيب اول ما ضغطت على التست اللي هو بيديني الكاونت داون اللي هو حيكون 4 دقائق او 5 دقائق تقريبا. ده اللي هو الانكيوبيشن اللي بيحصل لي داخل الجهاز زي ما قلنا بالنسبة للستاندر. اذا طبعا هاشتغل بالكويك تيست هخلي الخمس دقائق انكيوبيشن بتكون لي خارج الجهاز. طيب هقوم اضغط على التيست. اضغط على تيست على طول هو بياخد منها من السامبل وكده. خلاص بديني الان ايوه كاونت داون. طيب نستنى لغاية ما يخلص وبتظهر لي هنا النتيجة على الشاشة. يلا اول ما يخلص الكاونت داون بيجيب لك انه هنا السامبل، يعني ندخل الاي دي تبعها. مثلا نفترض انها هي نمبر 1، نديها اوكي. تمام كده بتظهر لي على الشاشة النتيجة بالنسبة المئوية. خلاص اذا حابين نعمل لها برينت نضغط على برينت تطلع لنا الريزلت.